شوفي عيني، انا رح خليكي عندي هون جنبي، ما بتفارقيني. بس شو ما بتقلك بتنفذي وبتقولي لي حاضر. شو سمعتي؟ يي صغيره يا كبيره، انا رح كون ايدك اليمين. لا ابا، انا بدي اياكي تكوني اجري اليمين، يعني انا الخانم وانت بتشتغلي عندي. شو ما بطلب منك بتقولي حاضر، بس هيك حاضر. ها ما فهمتي. طيب خليني اختصر لك اياها هيك مشان ما صعب عليك كتير. يعني اعتبريني انا دريه خانم، وانت بدور بتساوي كل شي بطلبه منك، بتلقلقيلي بتطبطبيلي، وشو ما بحكي بتقولي لي معك حق. امين. وشو ما بطلب منك بتنفسي من تمساكت، لا وبتقولي حاضر كمان. فهمتي هلا؟ ايوه والله ما فهمت. شلون بدي اشرح لها اياها بقى هي؟ مو ضروري تفهمي، خلص رح اختصر لك من الاخر للاخر. على بلاطه يعني، بدي اياكي تكوني بلا كرامه. ايه بلا كرامه. اذا بمسكك هيك بنفضك بنشرك نشر وبمسح فيكي ارض هالبيت، ما بتفتحي تلمك بحرف، بتضلك ساكته وبتقولي حاضر، وانا بعدين ببقى بطيب لك خاطرك بيني وبينك يعني. فهمتي هلا؟ ايوه حاضر. انت عيني لا فتحه خي، حلي تمك بس كرام. لا كبيره هي. قومي جهزي حالك يلا، ورانا شغل كتير. لوين بدك تاخذيني؟ لا تسألي، خليكي على قدك، كل شي بوقته حلو. يلا. ايوه حاضر. يلا رح جهز حالي. يا صباح الخير. موافقة، رح خليكي تعيشي عندي، بس مو يوم ويومين، العمر كله.